طبعا السن أو العمر وأيضا التوقف عن التعليم الدراسي عند الخامسة الابتدائية لم يمنع موهبتها لتسير على نهج العظماء ممن لم يلتحقوا بالتعليم، وأيضا أفاقت هذه الموهبة أي دراسة. نتحدث اليوم عن فنانة تشكيلية اكتشفت موهبتها وأيضا صقلتها بالممارسة. القصة مع الزميل عبد الله الراشد. عبد الله صبحك الله بالرضا، يا أهلا وسهلا. صباح الخيرات. صباح النور، صباح الجمال عليك عبد الله وسارة. صباحك أجمل. الجمال على جميع متابعي ومتابعات برنامج اليوم. فعلا مثل ما ذكرت عبد الله، يعني هذه قصة جميلة جدا هنا في منطقة الباحة وتحديدا في قرية غزير ببني ظبيان. أنا لما جاني الموضوع من زميلنا المخرج عبد المجيد ذيبان وقال لي هذه القصة، قلت لا هذه قصة يبغى لها نعيشها. يعني هذه ثاني زيارة لهذا الموقع في منزل العم عبد الله بن سعد الغزيري عشان نستمتع بالجمالية اللي هنا موجودة في هذا الموقع. صراحة قصة عجيبة غريبة مع الفنانة أو الأستاذة الجميلة جدا الرسامة أم بدر، اللي صراحة يعني أنا أتكلم عن إبداع. أنا الرسمات هذه عشتها خيال بالسوالف الوالدة والجدة وخلافة، شفتها الآن بالرسمات أم بدر الرسامة الجميلة. أم بدر، أم بدر حياك الله، تعالي. لا أنت الله يعطيك الصحة والعافية، عادي شوي مرتبكة من الكاميرا لكن معنا، تعالي تفضلي. كيف حالك؟ الله يسلمك. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. شكرا لك انك استقبلتينا في منزلك. الله يسعدك. لا انت ولا والدك سعد، الله يعطيه العافيه. حكيني عن هالابداع هالجمال. يعني انا اسمع عن هالاشياء ما عشتها لكن شفتها برسماتك. ايش اقول، يعني هذه هوايه من يوم انا طفله ما شاء الله، ايام الفحم وايام كذا، وبعدين الحمد لله تطورت وتعلمت. طيب انت ما شاء الله يعطيك الصحه والعافيه، اللي في عمرك كانوا في الوادي يشتغلون، انت ايش كنتي تسوين؟ ترسمين؟ كنت يعني طفله صغيره والعب وارسم وارعى غنم ما شاء الله، ومعها هذه الاشياء كلها. وانت صغيره شلون كنتي ترسمين؟ كيف كنت مثلا اخذ الحجر الابيض اللي يسمونه مرو وارسم على حجر ثاني منبسط. كمان كنت بالفحم ما شاء الله، وتطورنا يعني سافروا أهلي المدينة. شفت شو اسمه هذا، شفت الكراريس، شفت الألوان الشمعية ذاك الوقت ما شاء الله ذاك الوقت ليه؟ والحمد لله يعني بعدين تطورت الحمد لله ما شاء الله. طيب أنت لما كنت ترسمين وأنت صغير إيش كنت ترسمين؟ يعني الخيال في ذاك العمر ما كان واسع. شجرة، شجرة، عصفور، جمل، أي شيء يعني يجي قدامي. وذاك الزمن كان في دعم تلقينا من الوالد والوالدة؟ لا 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 ما كان حد يدري عني نهائياً. ليه؟ ممنوعة؟ لا قصدي يعني ما كان يعني هذا الشيء موجود. صح. كذا مع نفسي كذا. طيب يعني ما حتى صاحباتك قرايبك ما كان أحد يشوفها؟ لا 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 ما حد. كذا أشخبط وأمشي أشخبط وأمشي. ما حد يدري إن هذه رسمات أم بدر ذاك الزمن؟ لا 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 ما حد يعرف. بس كان الوادي كله شخبطتك ورسماتك ها؟ الله الله. طيب انت ليش تخصصتي في رسم التاريخ اشياء الماضي؟ ليش التاريخ؟ والله عشت بعد طفولتي عشت في المدينة، تجولنا في كذا مدينة، بعدين خرجنا القرية، طلعنا القرية يعني استهوتني البيوت القديمة، استهوتني يعني ذكريات الأولين، فأنا قلت أترجم ذكرياتي على اللوح. طيب رغم أنك يوم بدر ما تعلمت الرسم وما كنت تدرسين في ذاك الوقت، وشلون شلون طورتي من نفسك؟ ما درست في المدارس إلا وأنا يعني عندي بزورة ما شاء الله، بس هذه هواية. بعد ما تزوجتي دخلت المدرسة؟ أيوه. بس هذه هواية يعني. ولقيتي الدعم من أبو بدر بعد ما عرف أن عندك هواية هذه وأولادك؟ والله ما قصر، سخر لي كل شيء هو وأولادي الله يحفظهم ما شاء الله. طيب يعني أنا اللي تفاجأت بعد منه إنك كاتبة ما شاء الله، كتبتي ذا الكتاب قريتي غزير، وكل واحد من حقه يفتخر بقريته وناسه وربعه. وش اللي خلاك تكتبين هذا الكتاب؟ نفس الشيء، طلعت قصدي يعني جينا على القرية بعد غياب واستهوتني يعني زي ما قلت لك القرية وذكريات الأولين، قلت أترجم على كتاب وعلى لوح وعلى. لقيتي لها أصداء؟
الكتاب لما انت سويتيه يعني احد شافه ومدحه وكذا؟ اي والله. من مين؟ من نفس يعني القريه، من نفس المكاتب لما ابيع فيها، عفوا يعني احطه فيها. الصراحه الكتاب مفترض يكون في كل مكان، لان انا اطلعت عليه تاريخ، يعني حتى دخول رمضان، دخول العيد، كل شيء، كيف العالم كانوا يروحون الوادي يشتغلون وش يقولون، ما شاء الله عليك. هي ذكرياتنا يعني. ما شاء الله، والله صراحه انا كنت اسمح انا، ومو بس انا يعني، كل ربيعاتي على قولتهم، صح، رفيقاتي وزي ذا كلهم. صح، صادق صادق. ايش اقرب صوره لك انت او رسمه عفوا؟ اقرب صوره واحزن لا شفتها اللعب، رسمه اللعب، لعب الاولين اللي هو لعب الحريم. اي احس انها امتداد، لاني قد سمعت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، يعني نفس القصائد لما يجيبون العروس وهذا لك يستقبلون، ما شاء الله، فحس انها امتداد يعني. ها حتى 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 يعني انا شفت كل شيء، الاحتطاب، حتى الخيال، انك ترسمين القريه في الليل، قريتك وفي الليل، هذا شيء جميل والله يا ام بدر، الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يعطيك العافيه. طيب عندنا سعد. سعد لا انت تعال حبيبي، تعال هنا جنب الوالدة، الله يسعدك، يعطيك العافية، تعال هنا جنب الوالدة بس عشان الكاميرا. لما أنت كبرت وكذا وشفت الوالدة ترسم وتبدع بهذا الإبداع، تقدم للناس، تقدم لنفسها أولا ثم للناس، إيش اللي سويتوا أنتم كعائلة للوالدة؟ لا أكيد إحنا راح ندعمها بكل ما أوتينا من مال، من معنويات، من كل شيء. فأنا عن نفسي لو أملك الدنيا صراحة في يدي والله لا سخرها لها. تستاهل والله. إيه بالله. على هالإبداع قسما بالله أنها تستاهل الصدق، يعني أنا من الـ من الـ من الأماكن الجميلة اللي عشتها في الباحة في هذا المنزل صراحة. الله يحييك والله، يعطيكم العافية. الله يسعدك. شكر خاص لك واللي قام على هذا العمل، وشكر خاص لزميل عبد المجيد ذيبان اللي دعمنا. يستاهل. وساعدنا في هذا اللقاء. الله يعطيه العافية. أم بدر بسألك سؤال، بعتي لوحات؟ لا والله تفوز. تفوز. فين شاركتي؟ فاز وحدة، أخذت المركز الثاني في عكاظ. سوق عكاظ، ما شاء الله عليك. إيه؟ هي أخذت المركز الثاني. ما شاء الله. وش كمان بعد؟ شاركتي في مهرجانات ثانية في الأندية الأدبية وخلافة؟ أيوة. في النادي الأدبي هنا في الباحة. إيه؟ بدعم من الأخت جوهرة. إيه؟ والجوهرة الغامدي وحسن الزهراني مدير النادي. إيه؟ وتكرمت فيه. تستاهلين والله. الله والله انك تستاهلين التكريم على هالابداع وعلى الجوده الرائعه اللي قدمتيها لنا في هاللوحات، التاريخ الجميل اللي مفترض ينتشر في منطقه الباحه وخارج منطقه الباحه عشان يعلمنا تاريخ المنطقه. صادق. الله يعطيك العافيه. وياكم يا رب. امنياتك حاجه تبغينها صدق قولينا بس، انت على الهواء والكلمه لك. والله اتمنى انه لوحاتي هذه تلقى صدى هنا في الباحه. يعني بما انها تمثل المنطقه انها تلقى صدى هنا من المسؤولين. تستاهلين والله. أيوة. وان شاء الله وان شاء الله صداها يوصل خارج الباحه بعد. شكرا لك. الله يعطيك العافيه. شكرا. وشكرا لاستقبالك لنا، لا انت ولا ولدك سعد، الله يعطيك الصحه والعافيه. الله يحييك. حياك الله. شكرا. شكرا سعد. شكرا حبيبي. شكرا للرسامه الجميله ام بدر وابنها سعد. حقيقه عبد الاله ساره، هذا المكان فيه ارث رائع وجميل، خط بأنامل هذه السيدة الجميلة الفاضلة، وبدعم رائع من عائلتها سواء من زوجها أو أبناء أو حتى أحفادها. نتمنى أن نشوف مثل هذا الإبداع يظهر في كل مكان لأنه يستحق الظهور. صح. خاصة أنه نتحدث عن تاريخ وإرث أنا والله ما عشته، لكن كنت أسمع من الوالدة، من جداتي، الله يرحم جدتي ويحفظ جدتي الثانية، صراحة إبداع لا يقارن. عبد الله وسارة كلمة لكم من جديد. يعطيك العافية عبد الله. ما قصرت على هالفقرة والتغطية الجميلة.